في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. يا فتاح عليم يا رزاق يا كريم، صباحنا وصباح الملك لله. مالك يا زيزو، في ايه على الصبح يا اخويا؟ ايه لما عصبك ومنرفزك بس كده يا راجل؟ خير يا عم عزيز؟ مش خير خالص يا عم، مش خير خالص. ايه ده، ما عادش في خير في الناس يا سيدي. والله الدنيا تشقلب احوالها، الاخلاق باظت، ان عدمت خلاص. يا ساتر، ده باين الموضوع كبير قوي يا زيزو. اتخانقت ولا ايه؟ جاي النهارده الشغل متاخر، مش زي عوايدك يعني. ايوه يا سيدي، اتخانقت مع شاب ما عندوش نظر. قال يا سيدي واحنا داخلين بوابه المول اللي جنبنا انا والمدام تشتري حاجه يعني عشان شغلها، يوم افندي ما يسواش طويل وحليوه كده، يبص للمدام من فوق لتحت ويفتح لها باب المول بابتسامه عريضه قوي ويقول لها اتفضلي يا مدام، اتفضلي يا حضرتك، افكر يو مدام. كل ده يا سيدي عشان المدام تبص له وتبتسم له وتشكره على ذوقه. ايه ده، بس ما عندهاش دم، ما عندهاش حياه ولا خشه. طب ودي فيها ايه يا عزيز؟ الراجل شاهم وعنده ذوق وتصرف بإتيكيت وفتح الباب للمدام عشان تدخل الاول، ايه بس اللي مزعلك؟ ده انت مفروض تتبسط يا راجل. اتبسط ازاي يا صاحبي؟ بقى يقول لها افتر يو يا هانم، وهو شايفني واقف جنبها وما يقوليش اتفضل يا سعاده الباشا، اتفضل يا بيه، اتفضل يا فندي، يا جوزها حتى، يا معلها. تقول لي شاهم وذوق، ايه الشهامه يعني؟ في واحد يقعد يبصبص للستات وهي داخله وخارجه في المراه؟ ايه الشهامه يعني؟ اتفضل يا هانم افتريو. ويفضل اخونا عبد عزيز على كده طول النهار يلعن في الاخلاق اللي باظت وفي الناس اللي بتبص على بنات الناس. والحقيقه بقى اللي عايز اقولها ليكم ان الاخ زيزو مزودها حبتين، مش حبتين بس، لا ده مزودها كتير قوي بالغيره العاميه اللي مخليها ماشي يبص وراه وقدامه وخايف من نظرات الناس للمدام بتاعته ولاي واحده قريبته. وحواديت عبد العزيز ومشاكله مع الغيره اللي منكده عليه حياته ما بتنتهيش، كل يوم حالته بتسوء اكتر، ما بقاش بيغير بس من نظرات الناس في الشارع ومن الراجل في المول، لا ده كمان من زملاء المدام في الشغل، لدرجه انه فاجئها في يوم وقال لها ما بلاش الشغل ده خالص، الله اقعدي في البيت، مفيش داعي كل يوم تنزلي ومواصلات ورايحه جايه ومعاكسات وكلام فارغ، بلاش يا اختي اقعدي في البيت، وكمان بلاش تروح المول ده خالص، شوف انت عايزه ايه وانا اجيبهولك. وطبعا المدام رفضت تقعد في البيت، وقامت خناقه كبيره كانت هتوصل للطلاق، والسبب الغيره اللي ملهاش اساس للاخ عبد عزيز، غيره تحولت لمرض وخرب بيوت. ومحدش قال ان الراجل ما يغيرش على اهل بيته، ولا قال ان الستات ما تغيرش على جوازها. الغيره لما تكون لطيفه ومعقوله بتبقى زي توابل الحب اللي بتشعل الاهاليب الغرام في جته المحبين على راي عبد السلام النابلسي. لكن الغيره اللي تهد البيوت وتوصل لدرجه انك تحبس مراتك في البيت دي ما تبقاش غيره، ده يبقى غباء وهبل يا زيزو. هبل؟ الله يسامحك يا عم عمر، ما هو انت بتقول الكلام ده عشان ايدك في الميه البارده، ما تعرفش شبان اليومين دول بيعملوا ايه؟ ده انا فيمت ازاز العربيه وحطيت ستاير سودا على الشبابيك عشان البصباصه والعينين الزايغه وقله الادب، انت اصلك مش عارف ايديك في الميه البارده يا عمرو. ومهما حاولت تفهم عبد العزيز ان العيب فيه مش في الناس وان هو اللي الغيره قتلاه وعمياه ومخليه يشك في كل حاجه حواليه، مفيش فايده، هيفضل كده وهيجي لك برده تاني يوم يقول لك بيبصلها يا اخويا من فوق لتحت ولها افتريو مدام في عينك قليل الرمايه والحياه، ناس ما تختشيش صحيح. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها، ولغايه ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمه ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.